هتفرق، انت كده هتبقى شايف الوجهين زي بعض، لان تقريبا دي 4 ودي 4 وانت المحرك اللي هو سنترلايز لما هتشوفه ايه قد بعض، فمش فارق انك تميله كده تميله كده، انك كل ما هتميله يمين او شمال هتيجي على وجهه والوجهه الثانيه ممكن ما تشوفهاش، هيصبح ديفيجن يعني مش منظور. طب لو انا عندي الشكل دي استطاله معينه، كل ما اخلي الضلع الطويل يقرب من مستوى الرؤيه كل ما اشوفه اكتر، كل ما اشوفه اكبر. لكن لو انا النهارده خليته كده مثلا يبقى انا هشوف المنظور مثلا كده. رغم ان في ولا صغيره نشوفه بالشكل ده، فدي بتبقى حاجه راجعه للتقدير بتاع المصمم ان هو عايز يبين اكتر تفاصيل، فبالتالي بنشوف اكتر وجهه فيها تفاصيل او اكتر وجهه طويله بنحاول يبينها. فاذا مقياس ان انا بس احط زوايا هنا دي حاجه بتاعتك على كده، تقديرك الشخصي عايز تميله اكتر، يعني مش شرط يبقى 30 30، مش شرط يبقى 30 60، مش شرط يبقى يعني اللي انت عايزه اعمله. اهم حاجه ده راجع للتقدير الشخصي بتاعك ايه، انت عايز تشوف انهي وجهه بقى صوره او تمام. ايوه سكيل انا عايز اعمل منظور هنا، هتيجي تربط المبنى بتاعك في النقطه دي او النقطه دي بنفس الطريقه تمام. فانا النهارده لا ده كده يا جماعه انا بنقله بالظبط، هو هنا بنفس الطريقه خلاص. طيب ده كده الخط ده اسمه هو بيتشر بلان اللي هو مستوى الصوره. انا النهارده عايز اعمل بقى ايه؟ عينيا انا هتشوف فين تمام؟ فلو قلنا ان ده الضيطم او دوت الخط الاساسي بتاعي، انا عايز اشوف بقى منظور مخروط الرؤيه بتاعي او الكون بتاع الرؤيه بتاعي اللي هو يعتبر زاويه 30 او 45 ماكسيموم. هعمل ايه؟ هاخد خط من هنا واخد خط من هنا تمام؟ بحيث ان هو يديني الزاويه دي 45 درجه. طيب اللي عايز ياخدها كده الزاويه كبرت، فالمبنى بتاعك هيطلع لك ليه ديستورشن، يعني انت لما هتشوفه مش هتحس ان الوجهين في نسبه وتناسب، ان في وجه ضعيف في الوجه، لا ممكن تحس ان الوجهين بقوا زي الوجهين، يعني ممكن المنظور يطلع لك كده. كله مربع لانه في الحقيقه مش مربع، بس ليه؟ لانك انت شفته بزاويه او بمنظور وفي عينك مش هتقدر تشوفه اصلا بالطريقه دي. بتاخدي النقطتين بتوع الاوبجكت تمام؟ تنزلهم على الخط ده بما يحقق زاويه ما بين الخطين مع الخط ده من 30 ل 45. ليه؟ لا دي مش نقطه طريق لسه. ده عين البني ادم، يعني لو جينا نرجع تاني للرسمه اللي انا كنت راسمها، ادي البني ادم اهو تمام؟ وادي مستوى الصوره. ده العين تمام؟ الحائل ده اللي هو فيه مخطوط الكون اهو. خليني اقول لك حاجه، انا ممكن ارجع مخطوط الكون الرؤيه هنا وممكن اطلعه منهم تاني. مفيش مشكلة تمام؟ بس احنا حطينا فرض ان هو هيبقى مثلا على اول المبنى ماشي؟ وانا هوريك في الاخر ايه الفرق ما بينهم اول المبنى وآخر المبنى ماشي؟ فده كده مستوى الرؤية ومستوى الصورة ودي العين، الزاوية تبقى 30 ل 45
الاثنين يعني 22 ونص و22 ونص هي كلها 45 تمام؟ طيب نيجي بقى لنقطة التهريب انا عشان اجيب ايه؟ ما ينفعش تسيب لان العين مش هتشوف اكتر من كده انا لو واقف كده يعني لو انا واقف كده بزاوية عمودية عليك انا ما اقدرش اشوفك عشان اشوفك لازم اعمل راسي كده فانا العين بقى بتشوف ايه؟ بتشوف زاوية 45 تمام؟ ده اقصى درجة يعني من 45 لتحت لكن اكتر الكاميرا بقى هي اللي بتشوف الطريقه دي ايه اللي هو ده اللي هو اكبر وده الضيق اللي هو زاويه المكش تمام طب نقطه التهريب بقى انا هجيبها ازاي نقطه التهريب شايفين الخط ده ضلعين المبنى ضلعين العنصر انا هاخد موازيات لي لحد ما يطلعوا ايه موازيات لي في النقطة دي موازي للخط ده من النقطة دي هيطلع لي هنا ايه؟ نقطة موازي هنا من النقطة دي الضلع ده هيطلع لي هنا ايه؟ نقطة تانية دول كده نقطة التهريب تمام؟ طيب نيجي بقى كده انت جهزت الاوبشن بتاع اللي هو الفريس المنظور هنعمل ايه بعد كده بقى عندي هنا حاجه اسمها خط ضرب ستة سنت ماشي ستة سنت تمام؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي عندنا احنا في سكيل اللي هو الارتفاع بتاع المبنى طيب نيجي بقى النهارده نطبق بقى الكلام ده كله انا النهارده ده كده اهو الضيقم بتاعي الحاجة التانية بقى المهمة خط الأفق خط الأرض هي العلاقة اللي ما بين الأرض اللي أنا واقف عليها كبني آدم ومستوى الرؤية بتاعي لو خط مستوى الرؤية بتاعي انطبق على الأرض يبقى المنظور هيطلع منظور إيه؟ النملة طب ولو أنا الفرق ما بين خط الأرض ومستوى النظر بتاعي متر 80 أو متر ونص أو متر 30 نورمال هيطلع نورمال طب لو مستوى النظر بتاعي أعلى من ارتفاع المبنى أصلا يبقى انت بالظبط يبقى أول حاجة بقى هنعملها بعد ما عملنا كده هنعمل إيه؟ يعني المسافة دي أنا اللي بحددها المسافة ما بين الخطين دول أنا اللي بحدده والمسافة اللي ما بين الخطين وما بين الخط اللي تحت دي برضه أنا اللي بحدده يعني أنا ممكن أنزل تحت شوية وأطلع بيهم فوق في آخر اللوحة اللي أنا عايزه. حددتها على أساس إيه؟ حددتها على أساس إيه؟ مالهاش أساس، الأساس دلوقتي اللي هو أنا عشان أطلع نوع المنظور أنا هحدد نوع الأساس ده اللي هو المسافة ما بين الخطين دول لكن أنا عشان أرسم منظور أنا ممكن على فكرة أنا ممكن أرسم المنظور من غير ده من غير انا رسمت الوسط ارسم خط ارض وخط افق وانا هفترض نقطتين تهريب في الابعاد يعني ما بلومش نقطه هنا ونقطه هنا وابتدي انا بقى بالضيقم اللي انا خدته في النص ده اخد ارتفاع المبنى
بعد ما اخد ارتفاع المبنى اقعد اقرب بقى الخطوط بتاعتي يمين وشمال ومن فوق واقعد ايه انتقل للمستويات تاني. بس انا النهارده عشان احنا بنشرح يعني انا النهارده لما بنيجي نشتغل مانيوال برسم منظور انا برسمه خلاص بالتكنيك ده لان انا رسمته مره واثنين وثلاثه واربعه. لكن لو انا لسه ببتدي اتعلم منظور لازم اتعلم المنظور يطلع بالاسقاطات من فوق لتحت ازاي. تمام؟ فانا العلاقه بين الخطين دول انا اللي بحددها طبقا لنوع المنظور اللي انا عايز ارسمه. اللي هو نورمال او عين طائر او عين نمل. تمام؟ طب موقف الخطين دول باللي انا رسمه تحت مش فارق ان شاء الله يبقوا فوق ولا تحت يبقوا واقفين هنا براحتي ما لهمش علاقه. تمام؟ وهنشوف دلوقتي اه لما هنكمل الرسم. يبقى دلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه؟ هناخد ارتفاع 3 متر. لو انا النهارده ال 3 متر بتاعتي بس نرسم بس فيه شويه ده خط الافق على ارتفاع متر 80. تمام؟ يعني المسافه دي متر 80. يعني النهارده لما بقول ان انا هاخد 3 متر ال 3 متر بتاعتي ايه؟ صح كده؟ طيب انا النهارده هاخد اسقاط النقط دي بقى. بعديها هوصل بقى ادي 3 متر بتاعتي ايه؟ هنشوف لو طاح ولا هيجري انا هحضر طاح وهجيبه. تمام؟ سمعت الفيديو بس لا المحاضره صعبه. طيب المبنى ده بتفهم اكتر. بص ايه لازمه الخط بتاع مستوى الصوره دي؟ تفهمش وادي زاويه رؤيتي جايبه من اول المبنى لاخر المبنى. لكن انا عندي حاجه اسمها مستوى الصوره. مستوى الصوره ده يعتبر الحائط اللي فيه الكون بتاع مخروط الرؤيه. يبقى اذا المسافه دي هو المدى بتاع رؤيتي صح ولا غلط؟ هو المدى بتاع رؤيتي. يبقى اذا ده الاسقاط اللي انا هاخده النهارده. عشان ذاكر حاجة انت بتعاقد نفسك في الوقت اللي قعدت فيه مش ذاكر فهنزل الكلية وتقرا. تمام؟ هنطبق نفس الخطوات بس في الحالة التانية بقى. الحالة بتاعت ايه؟ مش لازم انت تعرف ترسم يرسم مش هتعرف ترسم غيرك هيعرف لازم يرسمها بالطريقة دي. عشان انا خدت المسافة ما بين الخطين دول متر 80 اللي هو مستوى النظر بتاع الايه؟ هنجرب بقى نقف الاطراف. اه؟ الصوت. اهو؟ ما هو ده مستوى الرؤية. اعتقد ان هنا في مبنى او في بيت او في مشهد على اليمين او على البحر. بس بص من خلال مخروط من خلال دايرة. فانت بس لو عم بص يا باشمهندسين انا بس عشان للاسف مفيش داتا شو فاحنا بنشرح مانوال على الصبوره فاكيد في
ومعيش ادوات يعني ولا مسطره ولا برجل ولا الكلام ده. هي في الاخر المفروض الصوره تطلع كده وخطوط العمل اللي انا رسمتها كده. طيب ايه يعني ده هيوضح لك الباشمهندس هو بيتكلم هو الخط اللي فوق ده هو المنظور. تمام الجزء اللي فوق هو المنظور اللي هو الجزء اللي بتاكل عليه الاسود. يعني هو انا بعمله منظور فوق بتاعنا مش ايه بس يعني المنظور اللي فوق هو اللي تحت دي بالظبط اللي فوق المنظور تبع شكل تمام ماشي. هو ده المنظور يا شباب كلكم على المنظور. انا فهمت كده ده المنظور ولا المنظور اللي بتاع اللي تحت نرسل كم واحد بس الباقي كل ده هتبقى عمل. تمام طيب هنشوف بقى الموضع بتاع ايه المنظور لما يبقى مثلا عين طائر ولا حاجه. ايه عين طائر ممكن بس تصور من فوق عين طائر. خلاص لو انا عين طائر يبقى المسافه بين الخطين المسافه ما بين الخطين اللي هو خط وجهه المفروض يبقى كبير. ليه بقى؟ عشان يبقى انا اشوف اعرف اشوف سطح المبنى. باجي بقى دلوقتي نجرب اهو انا هكمل نفس الخطوط اللي انا كنت عامل لها اسقاط هننزل بس الخط ده شويه كده عشان ما يبقاش. تمام؟ هاجي بقى اول حاجه بعملها مع خط التخم ان انا اوقع ارتفاع المبنى اللي هو 3 متر. ادي 3 متر كويس اهو. صح كده؟ هو دلوقتي الخط اللي فوق ده اعلى من 3 متر. ادي الفانشنج بوينت اهي. دي توقعاتها على الخطوط بتاع خط الارض وده خط الافق. لما بعملها اكبر عشان اطلع المنظور عين طائر. انا بحدد المسافه لو انا خليت 180 اطلع المنظور دول عملتها اكتر من ارتفاع المبنى مش اكتر من 180 اكتر من ارتفاع المبنى يبقى انا هطلع المنظور عين طائر. طب خليت الخط ده على الخط ده يبقى يطلع عين النمل. تمام نيجي بعد كده بقى ايه اوصل النقط بتاعت المبنى بتاعتي ايه. تمام هاجي بقى انا هطلع نقط نقط الرؤيه بتاعتي او سدود الرؤيه بتاعتي اللي تحت اهي. ما جبتش انا مسطره بقى وقست ايه قلت دي 4 متر او دي 8 متر فخد 8 متر هنا بقى من الخط كده. لا بالله من اسقاط الرؤيه بتاعي. طيب النقطه دي اوصلها بقى بالنقطه اللي هناك والنقطه دي اوصلها بالنقطه دي اهو المنظور اهو. والله سهل محتاج تفتكر اول ما تطبع عشان تنسى ايه الفكره مش لا خليت الخط ده ابعد من الخط الثاني. هو الضطم الثاني دي جابه منين؟ هو اكبر من ارتفاع المبنى ايه اللي هو الارتفاع الثاني ده اللي هو الاولاني يعني ارتفاع المبنى 3 متر يعني 3 سم. يعني لما نيجي نتكلم عن لوحه هعمل دي 5 سم او مثلا 4 سم. ما خلي متر 80 خلي الخط ده على ارتفاع على مسافه من الخط ده 1.8 سم. خلي الجرام خلي الجرام اسمه الجرام. لا مش شرط انا ممكن اجيب لك مستوى النورمال بتاعي متر 80 غير فتحه على مش فيه بين فتحة ويعني فتحة مضخمة. أنا عشان أطلع منظور نورمال يبقى مستوى الرؤية بتاعي متر 80 مش عارف
لما انت بتقرا القران زي فتحه ليه ولا راء مفهوم ولا لا كان مثلا ماشي طيب ده كده الموضوع شكله الانجليزي كمان ما فيش اسم بره لا الشكل ده الرقعه. طب نيجي بقى نجرب المنظور اللي هو ايه عين نمله عشان انا محتاج ده مثلا عشان افهم بس على فكره ده بتعمل صعب بس لك منظور منظور بطه تملي لو انا جه النهارده اعمل كده ليه انا بالروايه فكر فيها فبحاول ايوه انا ما عليك انا ما رضيتش اكلمك في العيد علشان علشان قلت ان انت هتلاقي على لوحدك ما رضيتش اكلمك سالت صاحبك ده راح جاي لي كلمتين وسكت تمام؟ انا ما قلتلوش حاجه هما الاثنين على بعض هو قال لي برضه ما رضيش يدور معاك تمام هي كانت عايزه اسمع تبوها هاخد بقى من هنا ايه؟ لو كده نسيبهم نتكلم وانا عندي انا مش بنشن بوينت دلوقتي صح كده واخد النقطتين بقى ايه دول طب لو انا عايز اعمل منظور تحت الارض يعني عايز اشوف بطنيه المبنى يعني اكني بالظبط عين النمله ان هو بيقف على خط الارض اللي انا واقف عليه يبص للمبنى هو ده طب لو انا نزلت بمستوى النظر لتحت خط الارض عين الدودة ده معناه ايه عين الدودة ان انا نزل خط الافق تحت مستوى خط الارض تحت زي ايه بقى تعالى نجربها يعني الدوده فعلا افضل عليك راح دي جميله راح دي جميله والله رايح راح اقول له منظوري ليه بقى هياخده بيه اسمع وانا عايز اتخيل معاك بس ايه ما عايز اتخيل معاك عشان خلاص اما هو سهل اللي هو بتراكم عليا انذار اه بس التاني فنتدرب دلوقتي يا شباب خلاص احنا قربنا خالص سكت حلو بس الراجل ده شكله احلى اللي دخل لعيبه ما بيك والله انا بدات افهم دلوقتي الطريقه بس وكمان انا الفيديو اللي مصور ده هرجعه تاني تمام امال هو بيجي ترسم اول رسمه خلاص عامل كل شرح له شباك والحاجات دي انا مش راح لناش اي حاجه حلو عشان الشباك شباك دي انا محتاج اقعد اعمل اتلاقي اصدار الراجل لما بيلون الجنب بيقلب شباك هتلاقي لما الراجل لون الجنب عامل افتكار شباك يا عم تعرف عامل بص يا شباب الخط بتاع خط الافق انا النهارده لو نزلت خط الافق تحت
تمام هيديني المنظور اللي هو تحت مستوى تحت مستوى الرؤيه اللي هو تحت مستوى قاعده يعني اللي هو يعتبر تحت مستوى النمل. طب لو انا النهارده خليت خط افق زي ما هو بس خليت ارتفاع المبنى اللي هو 3 متر 3 متر الطول فوق خط الافق يبقى انا نزلت ولا لا؟ هي فانا نزلت تمام عشان بس الرسمه الرئه لو نزلت بالخط الشكلين هيخشوا في بعض. حاجه من الاثنين انا عشان اجيب المنظور اللي تحت خط الارض اللي هو يعتبر تحت منظور النمله اللي هم بيسموه منظور تحت الارض ده لازم اخلي خط الافق تحت خط الارض تمام او حاجه من الاثنين اسيب خط الافق مكانه بس ال 3 متر اللي انا كنت باخدها من الديدر بتاع خط الارض اخدهم فوق خط الافق فوق خط الارض ما يبدأش منه يبدأ من فوقيه اهو. شايفين